أخبار اليوم. شاركتني بالجايزة وقلت الدعوة أم وكده يعني. وثانيا شكرا على خليلي، شكرا أستاذ محمود، شكرا يا صفية، شكرا جدا جدا جدا، شكرا. مبروك يا منى نواره، والف الف مبروك الجائزه، وانت النهارده في مهرجان دبي وحصلتي على المهر في الفيلم الروائي الطويل، تقولي ايه؟ اقول شكرا، شكرا لكل حد حب الفيلم، شكرا لكل حد صدق الفيلم، شكرا لجنه التحكيم. انا ديبا اشتغلت معاها مره في لجنه تحكيم مهرجان دبي بس افلام قصيره، وعارفه ان ديبا مش من الناس اللي بتجامل خالص، فانا بقول لها ثانك يو سو ماتش بعد اعلان الجواز، فقالت لي جمله، قالت لي وير بريليانت بريليانت بريليانت، ودي حاجه كبيره قوي عندي، دي حاجه كبيره قوي 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 عندي، الحمد لله شكرا. تقولي لماما بحبك قوي، اي حاجه حلوه حقيقي بتحصل لي بسببك، بسبب دعائك، ربنا ابدا ما يحرمني منك دايما يا رب. الف الف مبروك يا ميري.